يشارك وفد من مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، ووفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات أوروبا وآسيا الذي يعقد بجمهورية كازاخستان خلال الفترة من 23 إلى 24 من سبتمبر الجاري تحت عنوان أور آسيا الكبرى، الحوار، الثقة، الشراكة. وحول تفاصيل هذه المشاركة معنا عبر الهاتف من كازاخستان سعادة النائب عمار البناي عضو الوفد البرلماني. مساء الخير سعادة النائب عمار، وفي البداية يعني لو تطلعنا على تفاصيل مشاركتكم في هذا المؤتمر الدولي الهام، وهل من أوراق عمل أنتم قدمتموها من مملكة البحرين إلى هذا المؤتمر؟ في البداية شاكر لكم هذا الاهتمام بتغطية هذا الاجتماع طبعا بتوجيهات من معالي الرئيسة الفوزية بنت محمد زينل. هذا الوفد يشارك في هذا الاجتماع، وهو الاجتماع مثل ما تفضلت الحوار والثقة والشراكة، وحيث هذا الاجتماع يركز على أهمية الحوار المباشر وأكيد الشراكة في سبيل تسوية كافة النزاعات التي تنشأ بين الدول ومواجهة التحديات المشتركة وبحث الجهود ومسارات التنمية والسعي لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين دول القارتين الأوروبية والآسيوية. وطبعا كما هي تحرص دائما السلطة التشريعية بمملكة البحرين على المشاركة في اجتماعات البرلمانات الأوروبية والآسيوية إيمانا بأهمية الدور اللي تلعبها الدبلوماسية البرلمانية في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين. إلى يعني أكيد رايح نحرص على أن احنا ننقل التجربة الديمقراطية وما تعيشه مملكتنا الغالية من نهضة تنموية على جميع الأصعدة في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وعلما بأن هذه المشاركة وسيشارك في هذا الاجتماع جميع رؤساء البرلمانات تقريبا من 84 دولة ما بين أوروبية وآسيوية، وكذلك يعني أيضا مشاركة 16 منظمة برلمانية ودولية، وتحرص مملكة البحرين دائما أن تثبت تواجدها إلى جانب هذه الدول، خصوصا أن هذا الاجتماع سيسفر عن إصدار إعلان مشترك لرؤساء البرلمانات العالمية، ويعكس أيضا رؤية البرلمانيين، وعلما بأن مملكة البحرين تشارك لأول مرة في هذا الاجتماع. نعم، من كازاخستان سعادة النائب عمار البناي عضو الوفد المشارك، شكرا جزيلا لك.